ترأس نيافة الحبر الجليلي الأمباكيرولوس أفامينا أسقف ورئيس دير الشهيد مريمين العجيبي مساء الجمعة اللي فاتت صلاة عشية الشهيد مريمين العجيبي بديره في منطقة كينج مريوط غرب الأسكندرية، بمشاركة نيافة الحبر الجليلي الأنبا ثيودوسيوس أسقف الجيزة، بالإضافة لمجمع الأباء الرهبان بالدير وبعض الأباء الكهنة بالأسكندرية وعدد من الإبرشيات. الحقيقة الجو بتاع الدير في العيد بيبقى جو مختلف، البهجة بتاعت العيد بتبقى بتدي سلام وبتدي فرحة للناس. الحقيقة اعتدنا من واحنا أطفال صغيرين ان احنا ما نفوتش ابدا ليلة عيد مريمينا، ونيجي جري علشان نبقى باشتياقات شديدة نفرح بكل أجواء الاحتفالية الجميلة دي. جيت مخصوصا أحضر عشية القديس العظيم الشهيد مريمينا العجيبي، وأنا سعيد جدا أن حضرت هذه العشية، لأن شعرت أن أنا في راحة نفسية عظيمة جدا أن أنا أحضر عشية هذا القديس العظيم. النهاردة طبعا عيد مريمينا، الناس كلها موجودة، أهل اسكندرية، ناس كتير من خارج المحافظات كلها موجودة النهاردة، والحمد لله ربنا موجود في كل مكان. عاودين طبعا نيجي دير مريمينا كل سنة، بنلم الأسرة والأهل والأخوات وكده، وبنيجي على طول الدير، فمبسوطين طبعا نحن في الدير كل سنة، وكل سنة طيبين. شهدت ليلة العيد تطيب رفاة الشهيد مريمينا وسط صلوات وألحان العشية ودورة الألحان اللي تصدرها الشمامسة حاملين الصلبان وصور الشهيد العظيم مريمينا العجيبي، بحضور شعبي كبير ملأ جوانب كاتدرائية دير مريمينا في كينج مريوط غرب الأسكندرية.